تحتفل قناة العيون بالذكرى التاسعة لانطلاق بثها في مثل هذا اليوم من سنة 2004. المناسبة كانت فرصة للتذكير بالمسار المهني للعاملين بهذه القناة والإشادة بهم من طرف المدير المركزي للقناة باسم الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وكانت فرصة أيضا للإشادة بأحد العاملين بها والذي قضى سنوات طوال في العمل بالشركة. الحقيقة كانت الوقت صعبة جدا رغم قساوة الطبيعة ومرارة العيش، إلا على المناضي لنا الأحرار استطعنا حمل اللواء اللي خلوه لنا واحدين آخرين سابقين إلى يومنا هذا بالسراء والضراء، والحمد لله استطعنا أننا نكمل المسيرة ونبلغ اللواء للإخوان الموجودين في قناة العيون منذ 9 سنوات اللي الحمد لله قادرين على أنهم يوصلوا اللواء. الأمانة الرسالة الإعلامية إلى الأجيال القادمة إن شاء الله على أحسن ما يرام.